ينضم إلينا المهندس سامر الحموي مدير مركز التكنولوجيا من الباب. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير، الله يكرمكم يا رب. أهلا وسهلا، حياكم الله. دائما يعني منقول الحاجة أم الاختراع، وهذا ما يحصل مع الفتيات المبتكرات اللي شفناهن بهذا المشروع. شو اللي لفت انتباهك؟ ما المشروع اللي ممكن تدعمه حضراتكم؟ نحن في نقص عندنا بالمشتق هون ضمن الحرب، صار عندنا نقص كثير من التكنولوجيا، وصار عندنا انقطاع كامل عن العالم الخارجي. فحبينا انه هون، ونقص بالخبرات طبعا، فقمنا بتطوير هذا المركز، انه البنات او الشباب يعملوا على تطوير مثل الزراعة الذكية، مثل البيت الذكي للمعاقين، لأن نحن صار عندنا بالحرب معاقين كثير. فحاولنا أن نطور من هالمشاريع هاي. حلو. شو المشروع اللي أكثر شيء لفتك أستاذ سامر؟ موضوع الزراعة. موضوع الزراعة. موضوع الزراعة. موضوع الزراعة، لأن نحن هون ما صار عندنا حركة تهجير، صار عندنا نقص كثير بموضوع الزراعة. نعم صحيح. خاصة المواسم الشتوية يعني. طيب أستاذ سامر، كيف بيتم الانتساب لهذا المركز؟ التسجيل على أي أساس ممكن يتم؟ وهل هو ومدة التدريب مثلا أو الاشتراك قديش بتكون؟ إذا بتعرفنا أكثر عن هاي التفاصيل. أول شيء المركز تابع لمديرية التربية والمجلس المحلي في مدينة الباب. نعم. بيتم اختيار النخبة من الطلاب طبعا المتميزين اللي اخذين حاصلين على اعلى درجات بالمعدل الدراسي، وبخضعوا لاختبار الذكاء، بعدها بينتسبوا للمركز. طبعا دوام المركز راح يكون لمدة عامين متتاليين، حتى بيناتهم ما في عطلة بالصيف، يعني عامين كاملين. هذا الاساس. بالنسبه للتجهيزات، بالنسبه للمختبرات، اذا بتعرفنا اكثر. بالنسبه للتجهيزات، مديريه التربيه بالتعاون مع مجلس المحلي في مدينه الباب طلبنا المعدات المطلوبه، فعملوا لنا اياهم عن طريقهم. تمام. ويقوم تصنيع الروبوت، نحن عندنا بيكون ولا شيء، بيكون تصنيعه بشكل كامل عندنا. طبعا باستثناء بعض مثل محركات وغيرها. طيب أستاذ سامر، هي الابتكارات من الصبايا اللي شفناها، إذا في حدا ممكن يشرح لنا عن مشروعه يطلع هلأ، وتطلع صبية مثلا تحكي لنا، هل متاح هذا الشيء؟ متاح بإذن الله تعالى. خلينا المشاريع طبعا المشاريع البنات هي اللي اقترحتها، يعني أي طالب مثلا عمال بحكي عن مشروعه بكون مقترحه بشكل كامل. رح تكون معك طالبة عارفة عن نفسي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير. أنا الطالبة رغد عرنوس، من طالبات من مركز دنياب. شو كان مشروعك يا رغد؟ أنا مشروعي كما ذكرت بالمقابلة أنه هو مشروع الزراعة الذكية، وشرحت عنه بالأثناء المقابلة. طبعا في بعض المشاريع الأخرى اللي أنه عم نشتغل عليها، وهي فصل البلازما عن الدم، هو جهاز للتحليل. طبعا يعني احنا عم نعمل عليه كرمال انه نحن نقدر نامن المعدات الطبيه لبلدنا سوريا، بقدر انه نحن ما نقدر نحتاج حتى انه للعلاج خارج البلد او شيء، حتى نحن نقدر نامن للمرضى الوسط الطبي يعني الاحسن. حلو. رغد، هل تم التواصل معك او هل عم تلاقي دعم مثلا كان من المركز او من الخارج لحتى هاي المشاريع نقدر نشوفها على ارض الواقع تم تنفيذها؟ لا طبعا، لا ابدا طبعا، مثل كما ذكر الاستاذ سابر انه نحن وقت نحتاج اي شيء نقدم طلب لمديريه التربيه، وهي تتعاون مع المجلس المحلي لمدينه الباب، واثناء ذلك يتم تامينها. هو في انه في بعض الاحتياجات ناقصه، ولكن عم ندارك ان نحن نصنعها يدويا من الصفر. ولكن هذه مشاريع مهمة، يعني كما ذكرت تماما، حتى المشروع اللي عم نشتغل عليه، ايه يعني كان الزراعة الذكية او حتى موضوع فصل البلازما عن الدم، واعتقد هذه الامور يعني تحتاج اليها المستشفيات. فنحن بنطالب اي حدا مسؤول يقدر، ان كان بالمجلس المحلي، يقدر يدعم هذه المواهب لحتى فعلا نشوف هذه الاختراعات على ارض الواقع. طلباتكم
شو حابين تحكوا؟ تحب سلط الضوء عليها في مشروع حاضنة الأطفال. كمان احنا اوقات بيصير عندنا مثلا كما انه صار قصف كيماوي، فاغلب الاطفال عم تجي انه من رحم الام ناقصه مثلا اكسجين او شيء عم يسبب اعاقات كثيره، وعم نلاحظ هذا الشيء كثير. فعم نحتاج كثير حاضنات اطفال. احنا عم نعمل على تطوير حاضنه الاطفال وصنع على ايدينا. طيب رغد، شو هو اكثر شيء بتحسي انه يعني النقاط اللي عم تذكريها والمشاريع اللي عم تذكريها هي فعلا من اهم النقاط اللي المنطقه بحاجتها، وكل الاماكن بيكون بحاجه هو كما ذكر الاستاذ سامر، يعني المنطقه اساسا بحاجه الى كثير تماما مشاريع. فرغد يعني بما انه عم تعملي المشاريع وعم بيكون في اقبال حتى واعجاب اذا بدك من اللي عم يشوفوا المشروع، شو هي اكثر الصعوبات والاشياء اللي بتقولي لو في هاي النقاط المعينة يمكن كان أسهل علي أني أبتكر مشاريع أكثر بشكل أسرع؟ هلا نحن عم نلاقي صعوبة كثير بتأمين المعدات، وخاصة أنه يعني المجلس المحلي عنده كثير أعمال، بما أنه نحن هون اللي هو مسؤول عن أكثر من منطقة، فنحن عم نلاقي صعوبة كثير بتأمين المعدات اللي هي عم تساعدنا لإنشاء هاي المشاريع. حلو. أستاذ نرجع لك أستاذ سامر، يعني كلمة أخيرة حابب توجهها عبر تلفزيون سوريا، أو حتى إذا في طالبة ثانية حابة تحكي عن مشروعها كمان أهلاً وسهلاً. في طالبة ثانية يا ريت تفضل. طالبة وسام ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلاً وسهلاً. وعليكم السلام. أنا وسام الجاسم من دير الزور. يا أهلاً وسهلاً. بس الاسم أنا ما سمعت والله الاسم الأول. وسام. أهلاً وسهلاً. احكي لنا عن مشروعك وشو التفاصيل وشو الأمور اللي فعلاً لازمتك لحتى تنفذي هذا المشروع. أنا طالبة في الصف السادس، نفذت مشروع تتبع زيارة تتبع الضوء، وهلأ إن شاء الله عم نشتغل على مشروع كرسي طبيب الأسنان. نعم. كرسي حلو. طبيب الأسنان. نعم. يعني شو التعديلات اللي ممكن عم تعمليها، أو أنت عم تبتكري الكرسي من البداية؟ نحن عم نعمل حتى شكله الخارجي، نحن عم نصنعه ونعمل كمان شكله الخارجي، الهدف منه انه راح يسهل على الاطباء تبع اطباء الاسنان، لانه في كثير يعني ناس انه تعاني من مرض انه الاسنان. اكيد اكيد. يعني اساسا هو الكرسي الخاص باطباء الاسنان سعره مرتفع جدا فعلا. فخليني ارجع للاستاذ سامر، كيف تقيم هذا المشروع استاذ سامر بما يخص كرسي كريم؟ المشروع جيد جدا، المشروع جيد جدا، متشكر مجلس المحلي انه قام بهالخطوه هي بالتعاون مع مديريه التربيه. نعم. المشروع جيد لتنميه مواهب الطلاب والطالبات، وان شاء الله رح نقوم على رفض السوق بمنتجات بهالمجالات هي باذن الله تعالى. ولكن نحن مثل ما قلنا انه نحتاج لبعض الدعم شوي انه يكون اقوى من هيك. نعم. طبعا كل هالحرب هي، وان شاء الله بركي ننشر هالمشاريع هي لخدمه المجتمع باذن الله تعالى عز وجل. اكيد اكيد بنتمنى انه فعلا تم دعم هذه المشاريع، يعني كما ذكرنا اذا فعلا في هذا الكرسي الذي يخص اطباء الاسنان فهو انتم عم توفروا اساسا اموال كثيره ممكن انه تستخدموها لاستيراد هذه الكراسي. هي نقطه. النقطه الثانيه بما يخص موضوع الزراعه وتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق هذا المشروع للصبية الأخرى. كل التوفيق لكم ولكل الصبايا والشباب الموجودين بالمركز. شكرا لك مهندس سامر الحموي مدير مركز التكنولوجيا، كنت معنا من الباب. كل التوفيق لكم، نتمنى فعلا الجهات المعنية فعلا تنتبه وتسلط الضوء أكثر على هاي المشاريع. شكرا لك. نهاركم سعيد.